هذه عشبة مضريقة هنا، هذا وين راهي تكبر، وهنا راهي دير في هذيك الثمار نتوعها اللي يداووا بهم. في طب الاعشاب او الطب البديل يداووا بهم هنا، هذه هي تكون هكا الازهار نتوعها تكون بيضاء كيف راهي تظهر الان، والبذور نتوعها هذه هي تكون مفطحه وفطحه وعليها الشعر بهذا الشكل. وتبقى مدة تقريبا سنتين أو 3 سنوات هاد الثمار نتوعها تنزعها بهذا الشكل، يتم قطفها بهذا الشكل، والشجيرة نتاعها تبقى في مكانها كما هذه هنا. هادو هما الأزهار نتوعها، كما هذه هنا تقريبا راهي قريب تيبس هنا الثمار، بصح هنا راهي مازال صغيرة تكبر أكبر من هذا الشكل تكبر.